كنا دايما احنا عندنا السبق، السبق بتاعنا ده خلانا دايما احنا انا والفريق بيسافروا معانا المؤتمرات، دكاتره الجلديه والليزر بياخدوا دورات الليزر، بيعملوا شهادات الليزر، بيبتدوا يتعلموا على الاجهزه الجديده، اي تكنولوجي جديده بتنزل بندربهم عليها، بنبعتهم ياخدوا التريننج في الشركه اللي هي مصنعه البرودكت ده. في فتره من الفترات ابتديت احس ان احنا لازم نعمل حاجه جديده، اطور بطريقه معينه، بس هنا كنت هدفي وده مؤخرا عملته من حوالي سنه ان انا اعمل حاجه اسمها يس اليت كلينك. الناس لما بتسمع يس اليت بتجيلها انطباع ان انا بعمل يس اليت دي عشان اتعامل مع الاليت بيرسونز، الكلام ده غلط خالص. انا بعمل اليت سيرفيس. انا ما عنديش فرق بين مريض غني ومريض فقير، مريض مثقف مريض مش مثقف، مريض معاه فلوس مريض معاهش فلوس خالص. انا ليا هدف واحد بس، ان انا المريض ده اقدم له خدمه طبيه متميزه، اليت سيرفيس.